قامت قواتنا بإعداد خطة أمنية محكمة تكللت بتوقيف المعني بالأمر وبحوزته كمية معتمرة من مادة البارود يقدر وزنها بأربعة كيلوغرام. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحريات التي توصلت إلى ضلوع الشخص الثاني في القضية يبلغ من العمر 43 سنة، كما أسفرت العملية على تفكيك ورشة سرية بمسكن أحد المشتبه فيهما وضبط مواد كيميائية وأدوات تستعمل في صناعة مادة البارود والشماريخ.